مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة البلاد. سعيد بلقائكم وخدمتكم في هذه الأمسية في البلاد اليوم. بطبيعة الحال رايحين نتحدثوا في الجزء الأول من هذه الحصة حول يعني الفتوى التي أصدرتها لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية بشأن المخدرات المؤثرة العقلية، المهلوسات وغيرها من المواد التي تذهب العقل، وأصدرت فتوى يعني بالشرح والتفصيل وفيها كثير من العبارات التي تؤكد على خطورة هذه المواد وانتشارها في المجتمع، وخطورتها على المجتمع الجزائري، خطورتها على الأسرة، آليتها في زرع الفتنة وفي يعني شيوع الاختلالات في وهز أركان المجتمع وغيره من المسائل. السؤال الذي يطرح يعني في هذا الوقت بالذات، لماذا تصدر لجنة الفتوى فتوى كهذه؟ وربما المشاهد الكريم يقول لك هذا أمر معروف، يعني ما كاش واحد ما يعرفش بأن المخدرات محرمة، ولكن مع ذلك وزارة الصحة كذلك تطلق يوما أو أسبوعا إعلاميا حول المخدرات يعني والمؤثرات العقلية وخطورتها وغيره، لنفهم بأن الأمر يتعلق بسياسة الدولة تريد أن تحمي شعبها، تريد أن تحمي مجتمعها، تريد أن تحمي أبنائها، وتريد أن ينخرط كل المجتمع في الحد من هذه الظاهرة. إذا نتكلم على هذا الموضوع من الجانب الديني، ربما فيه كثير من ربما أكيد فيه كثير من المعاني التي ينبغي أن نقف عندها، خاصة ما ورد منها في البيان، وذلك رفقة الشيخ جلول قصول إمام مسجد القدس بحضرة بالعاصمة. مليح نذكروا المساجد في العاصمة وفي ولايات أخرى كل واحد واسمه. أذكر مثلا الخلفاء الراشدين بالأبيض، الأرقم بشوفالي، الجامع الكبير بالعاصمة، الجديد بالعاصمة، بنو باديس بقلب العاصمة، مؤسسات ثقافية وعلمية نعم. ودعوية اللي هي نعم. المساجد طبعا تؤدي رسالتها في هذه الظروف التي ذكرتها نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم وبعد. هذا الموضوع في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، لأن المخدرات هي نوع من السلاح ونوع من القضاء على مكونات المجتمع وفي مقدمتها الشباب، لأن أعداء الأمة أو أعداء المجتمع يضيفون إلى زعزعة استقرار المجتمع وإلى القضاء على الأسرة والبنية التحتية للمجتمع وإلى القضاء على الشباب، ومن ثم المخدرات كلنا كما تفضلتم يعلمون بأنها محرمة نعم، وبأنها مضرة وبأنها فيها آثار، فهي أم الخبائث، بالأم أم الخبائث. وأرادت البيان قال أكثر من الخمر، جرما من الخمر، حرمة من الخمر، لأن أثرها الآن بائنة وظاهرة واضحة للإنسان المتعاطي للخمر غير المتعاطي للمخدرات. فقد هذا المتعاطي للخمر نوعا ما تقدر تعاود تأخذ بيده إلى استدراك ويعاد إلى جدد الصواب، لكن المخدرات في صعوبة في علاج هذا المصاب، أصبح مصاب طبعا وأصبح مريض وأصبح فقد لجوهرة الإنسان اللي هي العقل، ولقد كرمنا بني آدم بماذا؟ بالعقل. ومن ثم جاءت الفتوى أو جاء هذا التوجيه، هو إحياء الضمير الديني للتذكير أو إحياء الوازع الديني، لأن إحنا مجتمع مسلم نعم. والمجتمع المسلم عندما كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، عندما طلب الله تبارك وتعالى منهم تحريم الخمر، عندما قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ويعني والآيات في هذا الباب كثيرة، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. كي قال فاجتنبوه ما قالش ومن بعد نشوفه ومن بعد الآثار تاعه، لا، وإنما وقفوا تماما. ومن ثم عمل الدين
والوازع الديني له يعني أهمية كبرى في شفاء الناس طيب. أو في علاج الناس. نعم. لأن الإنسان المؤمن في الحق عندما تقول هذا حرام يقف. نعم. عندما تقول هذا لا يجوز يقف، لأنه راقبه الله عز وجل وحسبه الله تبارك وتعالى، ويريد أن يرضي الله عز وجل. كما كان المشركون يتعاطون الخمر كثيرا، لكن عندما جاءت الآية وفصلت في الخمر بأنه حرام قال توقفنا. طيب هل ألا ترى شيخ جلول أنه في البيان وفي الفتوى فيها جانب من الرحمة والرأفة والتعاطف ويعني والإشفاق على هؤلاء الناس؟ أكيد. سامحني، هؤلاء أكيد. الناس اللي ربما هم كذلك في حاجة إلى سماع صوت الإمام، صوت الدين، صوت الإسلام في هذه المسألة، ربما تحن قلوبهم، ترق قلوبهم لذكر الله. هو الأكيد بأن الناس تلين قلوبهم من سماع ذكر الله عز وجل، الآيات والأحاديث. لعل أي بيان أو أي حملة تأتي بنتائج، وهذه قد لا تظهر، قد لا تظهر لنا في الواقع، لكن الأكيد بأن هناك ناس لهم قلوب يفقهون بها، لهم أعين يبصرون بها، لهم أذان يسمعون بها، أكيد. ومن ثم يؤثر فيهم هذا البيان كأنه جاء ناصحا، بلسما، بلسما موجها، خليني كأنه شيخ. ينظر بحنية وينظر بشفقة، بقول الله تبارك ادعو إلى سبيلك بالحكمة، وهي تنظر اللجنة، لجنة الفتوى أو الإمام أو المؤسسة الدينية للإنسان هذا على أنه ابنها، على أنه جزء منها، على أنه يخاف أن يفلت منها، تحافظ على عقله، على أنه إنسان، على أنه إنسان، وهذه من رسالتها. نعم. فهذه من رسالتها ومن دعوتها لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. إلى النور. شيخ أنتم كأئمة يعني أوقفتم جهدكم وعملكم كذا على خدمة هذا الدين، خدمة المجتمع من خلال مؤسسة المسجد، من خلال الإمامة، الخطابة، الفتوى، التوجيه، الصلح، أعمال صلاة التراويح، يعني جهد كبير تقومون به. هل يعني يجوك ناس هكذا أولياء أو متعاطين لمخدرات أو كذا يطلبون النصيحة، يطلبون الدعاء، يطلبون هل يطلبون العلاج؟ هل مضارين يجيوك ناس هكذا؟ أكيد. هما المسجد كمؤسسة اجتماعية قريبة من المواطن، قريبة من العائلة. قد يقول هذا الإنسان رب العائلة للإمام ما لا يقوله للطبيب، قد يقول للإمام ما لا يقوله للقاضي أو ما إلى ذلك، لأن يعتبر أن الإمام هو الدليل نتاعو من ناحية التدين، التدين الصحيح. ومن ثم يقدم له حالات سواء خصومات، ويطلب منه الإرشاد والتوجيه، وهذا من صميم رسالة المسجد. وأيضا بعض الآفات الاجتماعية اللي هي مبرمجة أسبوعيا أو يعني في جامع في أوقات معينة تعرف بالآفات الاجتماعية الكثيرة يعني اللي موجودة في المجتمع. نعم. كأن بتقولنا بما هي الأسباب اللي تخلي هذا المجتمع يروح لهذا المخدرات. احنا نعرف بالانهيار مثلا الأسرة وكثرة الطلاق، ودائما الأئمة يعلون أصواتهم ويقولون ويتكلمون وينصحون ويوجهون ويقدمون الإصلاح. نعم. بصيغ مختلفة في أوقات مختلفة لناس حتى يقلل من شأن هذه الآفة، سواء تاع الطلاق أو تاع الخلع وما إلى ذلك. لماذا؟ لأنها هي كأنها أداة تؤدي بنا إلى آفة أخرى اللي هي تاع المخدرات. نعم. ويصبح الإنسان الشاب هذا ما عندوش ملجأ، لا الأم حنون ولا أب ولا أسرة كبيرة ولا وإنما يلجأ ربما إلى أصدقاء السوء. نعم. يجد الحياة أمامه مغلوقة مسدودة. نعم. ومن ثم إحنا المؤسسة الوحيدة اللي ما تبلع لا في الصيف لا في الشتاء لا في الربيع لا في الخريف هي مؤسسة المسجد. المسجد. ذكرنا ربما كنا نتناقشوا على اعتبار أن المجانين هذو كذا 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 كذا، أكيد. نعم. لأن أرحم الناس بالمجانين هو الإمام، لأن اللي يقدم لهم النصح والتوجيه ويرفق بهم هو الإمام. ومن ثم أن ربما المؤسسات الجامعة والأخرى كيجي المجنون باش يدخل في الباب يقول له لا ممنوع الدخول.
يروح للمستشفى باش يدخل يقولوا لا ممنوع بالدخول. لكن في المسجد احنا ما عندناش واحد نقول لهم ممنوع. كل واحد صغير وكبير، المؤسسه الوحيده اللي ياتوها كل اصناف الناس، المريض، المتعاطي المخدرات، المغبون، القانط، كل هذه الامور تاتي هذه الانواع. شكون هو اللي يلملمهم ويوجههم؟ بصبره وبثباته والايمان. طيب هناك موضوع كذلك استاذ في نفس السياق شيخ، مساله الدعاء، يعني الاستعانه بالدعاء على القضاء. يجيك قلت لك المتعاطي يقول لك يا شيخ درتهم كامل بصح ما لقيتش الحل، عاون انت اكيد تقول له دع رب العالمين وانت على يقين. هل ينبغي عدم نسيان الدعاء، دعاء الاولياء الاصدقاء الاحباب، وهو الشخص اللي يريد ان يقلع يعني على المخدرات؟ هو الانسان عندما نقدم له الطريقة للإقلاع أو الابتعاد عن الذمة، أي ذم نأخذ بأيديه، ما نكونش نحن والشيطان عاون عليه. ظاهرة صحية ربما في رمضان الناس يأتون إلى المساجد، يسمعون كلام الله، يسمعون الدعاء. ربما بعض الناس يستغرب يقول لك هذا يأتي الصلاة فقط في التراويح وغيرها ما يأتيش. احنا نقول أهلا وسهلا بك بالجميع، وندعو الله تبارك وتعالى من كل القلوب له باش الله عز وجل يعينه على نفسه. طبعا لان كثير من الناس يقول بلي المخدرات الناس يبكون بالدموع. نعم. ياتون الي باكين وشاكين الى الله عز وجل، يقول يا ربي ما استطعناش، لا حول ولا قوه، لا لم نستطع الابتعاد عن هذا المرض. يقعد اسبوع او اسبوعين بدون اكل بتاثير المخدرات ويقول لك اعينوني على نفسي. ولكن الإمام عنده جانب من الإعانة، ولكن هناك لابد من طبيب، لابد هناك أسرة. ومن ثم أقول أنا باللي من أخرج إنسان من دائرة المخدرات كأنما جهز غازيا في سبيل الله. الله أكبر. شيخ هناك كذلك المحيط، طبعا سامحني، الحي، الحومة، الأصدقاء، العائلة، كذا. هل برأيك بيان لجنة الفتوى، هاي رأي فتوى، هذه هاي لجنة فتوى بمعنى حكم شرعي صدر؟ لا، لسان الجانب الديني أو لسان الجهة الدينية الرسمية. نعم نعم، لا ولكن شيخ الآن لما تصدر لجنة الفتوى بيان، ما معناه؟ معناه ينبغي الالتزام به. هل برأيك اليوم العائلة، الأصدقاء، الحومة، الكبير الحومة، المحترم في الحومة، ينبغي أن ينخرط في جهود الدولة الجزائرية، في جهود الناس اللي راهم يحاربوا مصالح الأمن، الأطباء، الوزارات، الأئمة، كذا، ينخرطوا بالحكمة والموعظة الحسنة؟ وفي كل مكان في كل إنسان دوره. احنا الأسبوع هذا في الجمعة هذه درنا خطبة ودرس حول آفة المخدرات، أعطيناها التأثير الاجتماعي والتأثير السياسي والتأثير الاقتصادي، وأنها تعتبر سلاح، وأنها تعتبر تقضي على العقل تاع الإنسان، وأن العقل تاع الإنسان هو من يعني الحكام الخمس، من التكليف، وهو من الكليات الخمس، وهو جوهرة الإنسان، وهو أن الله عز وجل كرمه ولقد كرمنا بني آدم بالعقل. فإذا ذهب العقل ذهب العمل، وإذا ذهب العقل ذهب الزواج، وإذا ذهب العقل ذهب كل الحياة. معناتها هو مؤشر لانهيار الإنسان من جميع صلاحه. إذا كان صغير احنا ننتظره باش نزوجه، ولكن عندما يدخل في هذا الرزق خلاص كيفاش نسلكه؟ ولهذا قلت لهم حتى في الدرس احنا قلنا بأن ابنائنا الآن ما ناش نفرح بهم بمفهوم الفرح أن ابنك أصبح شابا، أن يأتيك يعني يصيبك الهلع والخوف، لأنك يا إما راهو مع المروجين، يا إما راهو مع المستهلكين، يا إما راهو مطلوب في العدالة، يا إما راهو في سجن الحراش. أي ابن هذا؟ واش دير بهذا الابن ده؟ ومن ثم قلنا لهم بلي قوموا بهذا التعبير، قوموا قياما على أنشاط أرجلكم ثم افزعوا قد ينالوا الأمن من فزع. مع أنت الآن المسؤولية للجميع وتشمل الجميع. نعم. لأن الابن نتاعك أمانة، وابني أنا أمانة، والجار أمانة، كلنا مطالبون شرعا. نعم. ما نكونش عندنا ذاك التدين المخشوش قال بلي أنا وينتهي السمع، لا، وإنما الاعتناء بالشباب تاعنا والتعاون في نصحهم وفي توجيههم
أصبح الآن فرض عين. الله أكبر. أصبح الآن فرض عين كما الإنسان اللي يموت فرض عين باش ندفنوه. أيضا هذا الشاب عندما يصاب بهذه المخدرات فرض علينا باش نقضوه. كجانب مؤسساتي الأطباء ولا المسؤولين عن الأمن ولا المسؤولين في التوجيه والإرشاد كلهم مطالبون. معناتها هذا المرة ويؤدون دورهم. هذا المرة الشيء الجديد فيها لعل هذا المرة راهي المؤسسات الرسمية قاعد تشارك في هذا الموضوع. ومن ثم نأمل أن تشارك الأسرة أن تقف بأن هذا الأولاد هم أمانة. إنما أموالكم وأولادكم كما قال الله تبارك وتعالى فتنة، أنتم لازم تعالجوا هذا الأولاد. وبالتالي أولادكم أمانة، واللي يتخلى عنهم تخلى عن الأمانة التي قال الله عز وجل فيها إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. إذا حملها الإنسان يؤدي الأمانة إلى أهلها. إذن ومن ثم على الأسرة أنها تعرف هذا الهم هذا أو هذا المرض هذا أو هذا الآفة وخطرها على عقل الإنسان. كثير من الناس الأثر تاعها شاب تزوجه من يطلق من لأنه غير واعي. شفنا حتى بعض لأنه غير مسؤول. شيخ شفنا بعض يعني فيديوهات الآن العالم أصبح شاشة عملاقة يعني مش قرية أصبح شاشة عملاقة يعني شفنا يعني سلوكات وتصرفات بعض المتأثرين بهذه المؤثرات العقلية والمخدرات وكذا غريبة جدا يعني لا هي يعني لما أنت تشوفها تخاف. هي تأثر أول حاجة تأثر على الجانب التعبدي الجانب العقدي. مع أنت راح هذا الإنسان تقضي له على الإيمان اللي إحنا نعتز به، نعم. على الإسلام اللي إحنا نعتز به، نعم. على انتمائنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإحنا نعتز به. ومن ثم يعني تقوية الإيمان عند هذا الناس، ونحاول نخاطبهم الجانب الديني، ونحاول نخاطبهم أن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، سامحني، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. صحيح. هذا حبيت مهم جدا وشك تقولوا انا نحب نقف اريد ان اقف عن هذا الامر هذا. ربما قد يشاهدنا يعني مشاهد يعطي راي يقول لك ربما علاج الناس اللي كيما هذوما لا يكونوا يعني يعني الخطاب الديني القرآني الإيماني كذا ربما لا يؤثر. ما مدى يعني صحة هذا الأمر هذا؟ وهل وقفتم أنتم على تجارب نماذج بالكلمة الطيبة الكلمة رب العالمين وش قال ربي وش قال النبي صلى الله عليه وسلم وش قالوا ساداتنا العلماء كذا إلى آخره الناس ولا تلك أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هو أن هذه الحالات وما أكثرها أن الناس يأتي بذنوبه مكبل بالذنوب، نعم. يأتي ساعة من نهار أو ساعة من ليل أو ساعة من حياته يأتي إلى الإيمان يقول له كذا كذا وكذا يفتح له أبواب رحمة الله ويبين له العلاج الشافي، نعم. ويبين له أن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده وهو يستجيب ما يسأله بإسماء الحسنى وصفاته العلى وأن الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قارب. ما يقول إلى عندك ابن بهذه الحلقة يا رب أعني على ابني يا رب خلصه من هذا المرض يا رب شافيه لأنه مريض يا رب عافيه يا رب ابعد البلاء والمصايب عليه. وهو أيضا يدعو الله عز وجل الأكيد بأنك الكثير وحضرنا في جلسات من هذا النوع والناس صبحت هو ما يدعو الناس. الله أكبر. هو ما يدعو الناس يعني هذو الحالات هذو لأن عنده تجربة. أنا كي نحكي لك عن المخدرات لم يسبق لي أن تناولتها ومن ثم لا يكون للتأثير كما الإنسان اللي تأثر بها ومن بعد تاب منها وأعلن توبته وأصبح يعالج الآخرين. هذا أصبحت عنده الطرق وأصبحت الكيفية يخاطبك بالواقع يخاطبك بالموضوع يخاطبك بالعقلانية. شيخ دعنا نختم بقوله عز وجل في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله أكبر. وكما قال مادام مدارسنا القرآنية الناس يقرأوا القرآن الكريم ونفرحوا كثيرا مادام المساجد تنطق بالحق وتنطق بالصدق
ما دام الناس داعيه شاكيه رافعه ايديها الى السماء، الناس في المساجد، انا لا اظن ان الانسان يدعو الله عز وجل وابنه مصاب بهذا المرض. الاكيد بان الدعاء هذا يستجيب الله عز وجل ويرشد هذا الولد الى العلاج او الى الشفاء، ويطلب من الله تبارك وتعالى ان يرفع عنه هذا الغبن. وهو القائل لا تقنطوا من رحمة الله، وهو القائل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يعني إحنا دائما عندنا التفاؤل ودائما عندنا البشرة في وجوهنا على أننا مساجدنا قائمة وأئمتنا قائمون، وأن يعني الناس دعاة الخير وأهل الخير والرجال يعني رجال الصلاح والإصلاح موجودين بدعائهم بفكرهم بذكرهم بحصصكم. فكل هذه الامور هي عندها حتى وان تظهر لك انت الاثر غير ماشي ظهر للعين، ولكن مهما اصبح في وقع هذه الجرائم وهذه كذا الا ان مآلها ومصيرها الزوال، مصيرها ان شاء الله الزوال هو رفع هذا الغبن على امتنا وعلى بلادنا. بارك الله فيك شيخ، وربي ان شاء الله ما يحرمناش من رحمته، وهو القائل لا تقنطوا من رحمتي. لا اشكرك مجددا، بارك الله فيك، نتمنى ربي يعافي كل شبابنا وكل واحد مصاب بهذه الآفة هذه يعافيه ان شاء الله. اذا القاكم بعد الفاصل مشاهدينا الكرام، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيد.